شركة القصير للإنتاج والتوزيع الفني تقدم. يقول مرحبا من هجوس ثابته مستعده، ما تريح لياجات المواقف طبيعه، والكفولة بدا لازم وميقاف سد، وكل واحد على مقيل من دون ريعه، محتزم بالقلايا ربعي في كل شده، واتفاخر وانا بين الحصون المنيعه. مرحبا بالضيوف وكل ضيف عده في محله، ولو يامر علينا نطيعه، طبعنا الوافيه والطيب نقدر نمده، وقدرنا حافظينه والمنازل رفيعه. يوم ضرب السلاح وكل يحوف حده، ما غدا قسمنا ولا دخلنا فجيعه، ولنا ولد شيخ يرحم الله خده، من عوارف خديد وسمعته فالطليعه، بن مسيعيد مثل البحر جزره ومده، له مواقف وخصمه ضيق بها الوسيعه، له مواقف وخصمه ضيق بها الوسيعه، والعرب ما عليهم زود كل نقده، ما حد يبي يسوي شيء ما يستطيعه، لكن اليوم كل الشعب بينه موده، تحت حكم الملوك اهل السيوف البتيعه، وباسم ربعي خديد العلم بده ووده، يا ملكنا نبايع والوطن ما نبيعه، لو لحقنا شقا ولا لحقنا مكده، ما نحب الخيانه والغدر والخديعه، ويا بلادي فدوك شيوخ فوق الاشده، يوم حرب الخليج ويوم حرب الوديعه، جيل من بعد جيل وكلها مستمده من كتاب الله ونهج النبي والشريعه، واختم القول عد اللي ما يحصون عده، يا صلاتي على اللي كل مسلم شفيعه، وسلامتكم.